هل محمد صلاح، هل الفرعون المصري هيحسب اللقب وهياخد لقب ذا بيست ولا لا؟ خلونا نقرب اكتر من المشهد ونعرف تفاصيل اكتر عن ذا بيست من خلال الناقد امير عبد الحليم الناقد الرياضي. صباح الخير يا امير. صباح الخير يا احمد، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا امير. امير، يعني حضور صلاح ده هل مؤشر على عدم حسم اللقب ولا اجواء البطوله الافريقيه ما يعني مش هتستحمل، يعني مش هتسمح لي بالمشاركه بشكل اكبر في الحصول على اللقب ده؟ لا بص، خلينا متفقين ان ما كانش باي حال من الاحوال ينفع محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر. نعم. الموضوع ملوش علاقه تماما بحظوظه في المنافسه على الجائزه، لكن رغم عدم تطبيق بابل او فقاعه طبيه في الكاميرون، لكن خروج محمد صلاح كان هيسبب له الغياب عن مباراه السودان الهامه جدا المقبله، لان قواعد البطوله بتشترط ان كل لاعب يعمل مسحه بي سي ار قبل كل مباراه ب 48 ساعه. فالنهارده يوم الاثنين، فبالشكل ده ما كانش محمد صلاح هيلحق مباراه السودان. وكمان برضو محمد صلاح هو كابتن المنتخب، هو قائد الفريق، فخروجه يعني مش هيبقى افضل شكل للفريق، مش هيبقى افضل رساله تتقدم للجمهور وللاعبين، خصوصا بعد النتيجه السلبيه اللي حققناها في مباراه نيجيريا الاولى. يمكن لو كنا حققنا الفوز في مباراه نيجيريا الاولى كان وقتها ممكن محمد صلاح يسافر، وكان يبقى غيابه عن مباراه السودان معقول، لان اكيد وقتها كان ممكن تريح بعض اللاعبين في مباراه السودان طالما حسمنا التاهل وصداره المجموعه. صحيح.